الزمالك الترجي، ماتش يرجع بذكريات حلوة برشا الجمهور الاسبيرانس اللي عرفوا وقتها أول تتويج بالتشامبيونز ليج كان عام 94. شنو صار في الماتش هذا وشنو تاريخ مواجهات الزمالك والاسبيرانس؟ هذا موضوعنا اليوم في ولاد الكرة. الزمالك وقتها كان بطل فريقه 93 وكان عنده جمعيه راو، وكان اكثر فريق متوج بالتشامبيونز ليج عنده 3 تيتروات كاملين. هذاك علاش حتى اليوم جمهور الزمالك باقي يقول لك اللي لقب نادي القرن اللي توا عند الاهلي هما كانوا اولى به، باعتبار انهم في القرن اللي فات كانوا هما اكثر نادي هز دوري ابطال افريقيا. من الناحيه الاخرى الاسبيرانس كانت حقيقه بعيده شويه على الفريق في الفتره هذيك. احسن انجاز لها كان انكار دو فينال عام 92، اما هذا ما يمنعش اللي الترجي كان عندها جيل قوي برشا، في شكري الواعر، عيادي الحمروني، الكلهم اسامي حتى اليوم مازلنا نحكيو بهم. وعلى فكره قبل ما يتلعب الفينال هذايا فما حكايه هكايه صغيره اللي الزمالك تبعت نجوم الترجي وحبت تجيب واحد من نجوم البرازيل وقتها اللي هو العيادي الحمروني. المهم ماتش لاليه باش يتلعب في مصر 4 ديسمبر 1994، استاد القاهرة كان مليان قدام أكثر من 70,000 متفرج. الترجي جاي باش يحاول أنه يخرج بأخف الأغراض. انهارتها كان الحارس الأسطوري للترجي شكري الواعر في نهاره، وانهارتها نشحت الترجي باش تخرج بنتيجة 0-0 من القاهرة بالذات. 17 ديسمبر واللعبة في المنزه قدام 45,000 متفرج، الترجي فركز على أول تيتر لها في إفريقيا، والماتش هذايا عرف ماتش تاريخي للمرحوم الهادي برخيص. 16 يحل الشبكة بعد كورة بالراس سانتر هيرو عيادي الحمروني من كورنير يحطها في شباك الزمالك. في الميتون الثاني الترجي تزيد الثاني بعد بنالتي شاطها بالناجي، ومن بعد يجي البونتو الثالث اللي قتل الماتش، كورنير عند الزمالك، كونتر اتاك للترجي، الهادي برخيصة يعمل سبرينت من آخر التيران ويمشي يحط الكرة بيمينه ويزيد الثالث للترجي ويعطيهم الشامبيونز ليج. وقتها النتيجة وفات 3-1. أما الحقيقة من وقتها الزمالك خد أفونتاج كبير على الترجي. 9 ماتشات ورا بعضهم الترجي ما نجمتش تربح الزمالك فيهم، بين كوبا راب، شامبيونز ليج وسوبر كوب. أما في الأعوام الأخرى الترجي بدات تاخذ هف على الزمالك وربحتها 3 مرات ورا بعضهم. الشيء اللي خلى اليوم الإحصائيات تقول بأنه في 13 ماتش الزمالك ربحت 6، الترجي ربحت 4، وفي المقابل كان فما 3 تعادلات ما بين زوج جمعيات. صحيح الزمالك ماهوش في أحسن فورمة، لكن يقعد ماتش الزمالك والترجي واحد من الماتشات اللي ما تنجمش تعرف النتيجة نتاعو، ونستناو الويكاند هذايا باش نشوفوا ديربي شمال افريقيا شنو باش يعطينا. هذه كانت حلقة اليوم من ولاد الكرة، تنجموا تتفرجوا في الحلقات اللي فاتوا عشان يوتيوب نتاعنا. ما تنساوش تنزلوا ابوني وسورتو